بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم الجديد الربح من الانترنت. اليوم إن شاء الله نشوف الجديد بأخبار العملات الرقمية. البيتكوين يحطم جميع الأرقام القياسية ووصل $5752، $5752. البيتكوين في 2009 كان دير 0.1 دولار، والآن تساوي $5752. شوف الفرق الكبير وليفوليسيون والتطور ديال البيتكوين. ما كاينش شي برودوي في العالم ولا شي مهم منتوج في العالم اللي دار هاد الايفوليسيون من 0.1 ل $5752. ولكن البيتكوين مازال غادي يطلع في الثمن ديالو، مازال غيرتفع في الثمن ديالو. ماشي حيت وصل $5752، يعني كيف ما كنقولوا فات القطار باش الاستثمار فيه. باقي الوقت تقدروا تشريو 100 دولار ديال البيتكوين، عفوا 100 دولار ديال البيتكوين، يعني يعطيكم واحد العدد قليل من البيتكوين. ولا تشرو 200 دولار و300 دولار وتبداو تانفيستيو في هذا العالم، تبداو تستثمروا في هذا العالم وتشريو العملات الرقمية الأخرى، وتقدروا تحتفظوا بالبيتكوين واللي غادي يتطور الثمن ديالو وغادي يرتفع الثمن ديالو ويوصل لأعلى الدرجات. نشوفوا اليوم عملات أخرى اللي ارتفعت شوية. من عندنا اللايت كوين وصلت $64، الإيثيريوم $337، وهناك أخبار على الانقسام ديال البيتكوين ديال الإيثيريوم عفوا، والإيثيريوم بيزانتيوم اللي غادي يولي جديد بالإضافة إلى الإيثيريوم كلاسيك والإيثيريوم. غادي نطرقوا إن شاء الله الإيثيريوم بيزانتيوم في وقت إن شاء الله، في تكون عندنا لي زانفورماسيون المعلومات الكافيه حول الايثيريوم بيزانتيوم. رايبل غادي في تطور كبير، ودرنا مجموعه من المعلومات على قبل رايبل والفرق بين رايبل كشركه والاكس ار بي كعمله. ان رايبل هو حد العمله ديال ترانسفير دي دوني، ولا ترانسفير ديال لارجون، ترانسفير ديال الاموال من بنكة A لبنكة B. رغم أن تكون البنكة A مثلا في آسيا والبنكة B في أوروبا، أن الترانسفير كيكون بواحد انستونتاني، يعني في وقت وجيز جدا، زيادة عن على أن لي في ولا الضرائب على الترانسفير ولا كتكون رخيصة جدا، يعني كتكون قليلة بزاف. هذا هي القوة ديال هاد البلوك تشين ديال رايبل، والقوة ديال الاكس ار بي. ومجموعة من الابناك دابا خدات ولا ولات كتخدم بالاكس ار بي، وكيف ما شفتو الماركت كاب ديالو 10 مليار ديال الدولار. علاش الاكس ار بي ما طلعش الثمن ديالو وصل تقريبا $100 و$200؟ الجواب سهل جدا، هو لا كونتيتي سبلاي اون سيركولاسيون كبيره جدا، 83 مليار اكس ار بي. الا جينا قسمنا هاد 10 المليار على 83 مليار غنلقاو هاد العدد نيت 0.27، في حين كون كانت لا كونتيتي ولا الكميه ديال السبلاي قد مثلا الايثيريوم ولا قد البيتكوين، غلقوا بان الاكس ار بي الثمن ديالو مرتفع، ومرتفع جدا، هذا الارتفاع اللي كبير بزاف. عندنا البيتكوين كاش، البيتكوين كاش نقص الثمن ديالو 313 دولار، وهذه فرصه مواتيه ان البيتكوين كاش لشراء البيتكوين كاش، لان البيتكوين كاش عنده واحد المستقبل، ومستقبل كبير جدا. مهم كاين مجموعه من الامور اللي المستجدات اللي وقعوا، منه ان لومن استرا لومن هذه اللي واحد الفورك، كانت انقسام ديال اكس ار بي، انقسام ديالها في معقلت على العام اللي كانت فيه، تقدر تلقاوه في الانترنت.
ان فورك ان انقسم من الرايبل وداروا لا سوسيتي ديالهم وداروا المشروع ديالهم اللي هو ستيرال ليومن. ودابا هاد ليومن دارت واحد البارتناريا ولا واحد عقد بارتناريا مع اي بي ام باش تولي دير لهم لي ترونسير و ايتترا. اللي داك شفتو المونطون، شفتو ان لو مونطون ولا لو فوليوم ديال ليومن في البيتريكس هو 15434 بيتكوين من اليمن، وهذا الفوليوم اللي كبير بزاف، اذا ان الثمن ديالو ولا البري ديالو ضاعف تقريبا 100%. يعني الناس اللي كانوا مانفيستين في اليمن غادي يلقاو ان السول ديالهم ولا راس المال ديالهم تضاعف مرتين، ويقدر يزيد في الثمن ديالو اون سي جامي. ان شاء الله اليوم غنشوفو اي سي او جديد اللي هو الالكترونوم. الالكترونوم مجموعه من المشتركين ديال القناة طلبوا منا باش نديرو ان ريفيو، نديرو واحد ريفيو على الالكترونوم. وفعلا الالكترونوم هو اي سي او اللي دار واحد الضجة كبيرة جدا في هاد الايام اللي فاتت. تقريبا الناس مهتمين بالمجال كلشي كيهضر عليه، لانه لا كونسيبسيون ولا الفكره اللي جايبها هذا الالكترونوم. الالكترونوم هو فكره جيده جدا، وفكره غتلقى واحد اقبال كبير جدا. انه الفكره ديالهم ان الماينين اللي كيدار بوسائل اللي جد متطوره، وخصك واحد الوسائل واحد الامكانيات كبيره باش دير الماينين. هما باغيين يديروا ماينين بواحد لا فاصون جديده، واحد لا فاصون، واحد الطريقه سلسه، ماينين باغ موبايل فون. يعني غير بالموبايل ديالك تقدر دير الماينين. هذه الفكره ديالهم الاولى. زياده على ان لو بروتوكول اللي باش خدامين، هادشي اللي كيقولوا ان لو بروتوكول سيكيور، يعني سيكوريزي ومحمي وغير قابل للهاك. وزيادة على مجموعة من الأمور المهمة اللي كاين عندهم، أنهم دايرين بلاتفورم ديال الجيمين ديال لي جو، وأن هذاك لي جو تقدروا تربحوا عليهم دي زيليكترونوم، يعني تلعب ألعاب في لو تيليفون ديالك وتربح لي زيليكترونوم. وخدامين بلا تكنولوجي ديال بيزد ابارامون سور لا ايثريوم بلوك تشين. هاد المعلومه ماكدتش منها 100%، تقدروا تقلبوا عليها. اون بليس دو سا دايرين مجموعه من الامور باش تربح هاد الالكترونوم. تربحهم على مجموعه، مثلا الى احتفظتي شريتي لي زاي سي او ديال الالكترونوم كيقدروا يعطوك ان بونوس ديال الاحتفاظ ديالك بالالكترونوم، يعطوك مجموعه من العمولات كتشجيع لك لانك احتفظت بهذا الالكترونوم. يعني الاي سي او عنده واحد لا كوميونيتي كبيره بزاف، كيف ما شفتوا غير في لو سيت دابا 13000 عفوا 136799 مشترك. تقريبا وصلوا ل 25327 ايثيريوم، وصلوا ل 2476 بيتكوين. هذا هو الثمن ديال الحجم ديال الاستثمارات الحالي اللي كاين في الالكترونوم، واللي هي شركه انجليزيه. وكيف ما شفتوا اللي شرا دابا التوكن ديالهم ولا شرا الاي سي او ديالو عنده 10% ديال البونيس الا شراها قبل من هاد اليومين هذا اللي غتنقضي. كيف ما شفتوا عندهم لاكونت، عندهم لاكوميونيتي كبيره، عندهم واحد الماركتين اللي كبير بزاف، لان الكل كيهضر على الالكترونوم. يعني ان بروجي اللي كبير وكبير بزاف. بالنسبه ليا كاينين جوج عيوب اللي كاينين في هاد الالكترونوم. العيب الاول هو انه ولا لي نيجاتيف ديال هاد الالكترونوم، الاول هو انه لا كونتيتي سبلاي ديالو كبيره وكبيره بزاف، تقريبا بحال رايبل. يعني دي بليون ديال دي مليار ديال لي توكن اللي كاينين، وهاد لي مليار غادي ياثروا على الثمن ديالو، ما يخليوش الثمن ديالو يرتفع لواحد الدرجه كبيره. هادي اول حاجه. ثاني حاجه
عنده في البروجي ديالو عنده الجامبلين يعني القمر والقمار، كيف ما كتعرفوا حرام في الدين ديالنا، ممكن نبغوش ندخلوا لهاد الشيء اللي فيه قمار اتسيتيرا. هادو تقريبا جوج عيوب اللي مهمة كاينة في الالكترونوم. العيب الثالث اللي كاين هو انه هاد السيستم اللي خدامين به ديال الهولدين اتسيتيرا غيخلي الناس عندهم مجموعة من الالكترونوم ويقدروا يبيعوهم في لو مارشي، ولا في لي سيت ديال بيتريكس، ولا لي سيت ديال التراد، لي سيت ديال التراد، مما سيؤدي الى ان الثمن غادي يهود بزاف. تقريبا حاولت نحطكم في الصورة ديال هاد الالكترونوم. انا شخصيا ما غاديش نانفيستي فيه تقريبا، لان بارتي جامبلين ولا القمار اللي فيه هو اللي يخليني ما نانفيستيش في هاد الاي سي يو، زيادة على ان لا كونتيتي سبلاي كبيرة وكبيرة بزاف. ولكن بالنسبة للناس اللي غادي انفيستيو فيه، انا تقريبا عطيتكم لي بوان بوزيتيف ولا النقاط الايجابية والنقاط السلبية، ولكم واسع اختيار. غير هو ان هاد الاي سي يو هذا بما انه بوبولير ومع انه متشهر لهاد الدرجة هذا، ومجموعة من الناس اقتنعت بالافكار ديالهم، اظن انه الثمن ديالو غير ارتفع في الاول، يقدر يرتفع فوا دو ولا فوا تروا، يعني الثمن ديالو حاليا 0.007 دولار. بالنسبه للوايت باي الوايت بايبر تقدروا تلقاوه تيليشارجي وغتلقاوه في لو سيت، هو هذا هذاك الشيء تقريبا بروفيسيونيل. اهم حاجه تقدروا تشوفوا هنايا بان كيهضروا على لا تكنولوجي، كيهضروا على مجموعه من الامور اللي خدامين بها. غادي نشوفوا تقريبا لي بري ديالهم كاين في ان طابلو هنايا، طابلو غتلقاو تقريبا في وايت بايبر ديالهم. ماشي تقريبا هذا هو الطابلو ديال لي بري، غتلقاو ان شاء الله في الوايت بايبر ديالهم. 50% ديال البونيس من فيرست داي حتى 7 داي، 150 كوين كيساوي 1 دولار، يعني 1 دولار تجمع 150 كوين، وكيف غادي كيبقى ينقصين حتى كيولي 1 سنت كيساوي 1 كوين ديال الكترونوم، كيساوي 0.01 دولار، يعني 1 سنت تقريبا. إذا بغيتو تنتفعو من البونيس خصكم تزيدو في هاد الأيام هادي، عندكم لادات كلشي مشروح في هاد لو طابلو هذا. فوالا، نتمنى نكون توفقت الشرح ديال هاد لا فيديو هادي. إذا كان عندكم شي تعليق ولا عندكم شي كومونتير، مرحبا بكم، خليوه في الكومونتير، خليو في لا سيكسيون كومونتير، نجاوب عليه في اقرب فرصه ممكنه. وكنشكر جميع الناس اللي تاخو فينا وتجدوا في القناه ديالنا جديد الربح من الانترنت، وان شاء الله غادي يكون يوميا، غادي يكون جديد ويوميا ان شاء الله، ما غادي نحاولوا نقلبوا على الجديد ونحاولوا نجيبوا لكم كل ما جد في مجال الربح في الانترنت عموما، ومجال الربح ومجال الربح من العملات الرقمية خصوصا. وتبارك الله عليكم، وكنشكركم بزاف بزاف، ومرحبا بكم في قناتكم الجديدة ربح من الانترنت.